تمشي زي ما انتوا عايزين باذن الله. ركز ان ده زي ما الراجل قال ان دي اول ماتش في البطوله. فبالنسبه لك انت بتبقى عايز تحقق الماتش زي ما المفروض منك باداء وفرح جمهورك وفي نفس الوقت تاخد الماتش زي ما انت عايز. فالثقه زياده دي مش موجوده في النادي الاهلي. تاخد الماتش ان انت بتبقى تركز على تجيب الثلاث نقط وده بس اللي بيبقى